في شهر رمضان تكثر صلة الرحم وتواصل بين الليبيين، وامتدادا لهذا التراحم قام فريق الهلال الأحمر بمأدبة فطور لإخوانهم من مهاجري تورغا في ترهونة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. طبعا الحين اليوم جينا اللي أهينينا طبعا في تورغا تضامن معهم، اليوم يعتبر الذكرى الثامنة لخروج أهالينا تورغا من حلم من تورغا من سكانهم الأصليين. فجينا اليوم جمعية الهلال الأحمر ترهونة تضامن مع أهالينا من سكان تورغا، فنطلب الله العزيز القدير أن يعودهم إلى وطنهم سالمين غانمين، ونحن معهم في كل الظروف اللي هم يمروا بها. بهذه المناسبة اليوم الخاتم للعشر الأوائل من شهر رمضان، قد تم حضور فريق الهلال الأحمر إلى مخيم شركة تيب ترهونة نازحي تورغاء، و في هذا اليوم الكريم نحن سعداء بحضورهم ولمتهم معنا في هذا الشتات، ونتقدم الشكر لأهل ترهونة ترهونة السلام، ونتقدم الشكر لجميع من أوى أهل تورغا في هذه المنطقة مدينة ترهونة مدينة السلام، وبارك الله فيكم ونشكركم على هذا اليوم السعيد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. التواصل هذا أكد على أن أهالي تورغا أينما حلوا في ربوع ليبيا فهم أهل مدينة وأصحاب مكان، سواء في شهر رمضان أو لبقية أيام السنة.